جمال المرأة الجزائرية لا يكتمل إلا بارتدائها الكراكو. تجتمع الأصالة والحداثة في هذا اللباس التقليدي الأسطوري الذي ظهر في القرن الخامس عشر، ومن رمزيته أنه يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها نساء الجزائر. التسمية الحقيقية الأولى هي الغليلة، وكان بدون أكمام، يعني ما عندوش أكمام، وأيضا يكون طويل، ويلبسوه الرجال والنساء فقط العائلات الأرستقراطية، يعني العائلات الغنية فقط اللي تلبس هذا اللباس، ويكون في الحفلات والأعراس إلى غير ذلك، من أجل يعني إظهار، وكان من أجل إظهار يعني درجة هذه العائلة، وما كانش بالخط الخيط يعني ذهبي اللون فقط، كان بخيط الذهب أو الخيط يعني الفضي، وكانت حتى الطرز على الأمام أو في الأكمام أو في الظهر يعني كان مختلف على حسب طبيعة تلك المنطقة. تفنن المصممون الجزائريون على مر العصور في تحديث الكراكو لمواكبة الموضة، بمزيج من الأقمشة الراقية والطرز بخيط الفتلة أو الشعرة والمجبود، وصولاً إلى الأحجار الكريمة، كل حسب ذوقه ولكل نوع خصوصيته. الكراكو الجزائري المكون أصلاً من قطعتين، جماله لا يكتمل إلا بارتداء محرمة الفتول وخيط الروح، وهي أكسسوارات جزائرية ترتديها النساء خصيصاً مع هذا الزي. يتكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو من العلوي اللي هو من القاطفة، البلوزة اللي هي من القاطفة، وتكون كما ذكر جورج مارسي أنه في القرن الثامن عشر صارت قصيرة، صارت ضيقة في الخصر وفي الأسفل نوعا ما واسعة، ولكن كانت يعني تلبس مع، والتي تلبس مع الجزء الثاني اللي هو سروال شلقة أو سروال المدور. وأيضا ما ننساوش محرمة الفتول اللي هي أيضا جزء لا يتجزأ من الكراكو، يعني كلها عبارة عن لباس تقليدي متكامل، إضافة طبعا إلى الجواهر المجوهرات الخاصة بالكراكو اللي ما تكونش كثيرة جدا، تكون حاجة خفيفة، خيط الروح إلى غير ذلك. يعني كل هذا اللباس هو لباس متكامل، لباس تقليدي متكامل، نتمنى أن يعني يتم الحفاظ عليه، ولكن أهم شيء الحفاظ عليه بشكله التقليدي الجميل جدا. يزيد من أقدم الحرفيين الذين ساهموا في تحديث الكراكو، يعمل حالياً على تلقين حرفته لأكبر عدد من هواة الخياطة والتطريز للحفاظ على هذا الموروث. لازم علينا نحافظوا عليه، حنا اللي نصنعوه، حنا اللي نبحثوا في التطوير تاعو، في التطوير باش يعجب لي جون في، يعجب لي طام مودير، وبدينا نمشيو باطو دومي باطو سبانسير، مشينا كاراكو بيرلاج، كاراكو بستراس بالعقاش، الكنتير عنق الحمام، بدينا نمشيو في الكاراكو باش ولا مطلوب. كراكو هو الجيريا، هو من العثمانيين مشى للجزائر وقعد هذه قرون، هو في الجزائر سيتون توني تراديسيونال الجيريا. تصميمه يروي أصوله، جزائري ويحفظ مكانه. فالكراكو ورغم مرور السنين وتنوع الأزياء إلا أنه كان دائما زينة الجزائريات، وما زال وسيظل يزف العروس نحو بيت زوجها وسيد الأزياء الجزائرية دون منازع.